وللمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا من القاهرة الإخبارية زينب شبل، مراسلة القاهرة الإخبارية من القاهرة. ما أبرز المحاور زينب التي ركز عليها الحوار الوطني من خلال جلسات اليوم؟ أهلا بك. طبعا في هذه الجلسة الثالثة للحوار الوطني للمرحلة الثالثة، يعني نتحدث عن المحور المجتمعي بالتحديد وبلجانه اللجنة الثقافية للهوية الوطنية ولجنة الشباب. لجنة الثقافة والهوية الوطنية ناقشت عدة ملفات تتحدث عن أهمية صناعة الدراما والسينما وأيضا الفن بشكل عام وما له من دور فعال في المجتمع. أكد الحضور في هذه اللجنة بالتحديد على ضرورة دعم الثقافات أو الصناعات الثقافية في مجالات الفن والإعلام والثقافة بشكل عام، يعني لما لها من دور فعال في تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 ودعم الهوية الوطنية. أيضا ناقشت لجنة الشباب العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالشباب، بداية التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. أيضا ناقشت هذه اللجنة بالتحديد كثير من القضايا التي تهم الشباب بشكل عام في الجامعات، وتحديدا للخروج بأهم التوصيات والمقترحات التي تدفع هؤلاء الشباب إلى العمل في مجال العمل العام، يعني من منطلق أنهم يعني من يقودون المشهد السياسي في المستقبل. أيضا أكد الحضور على ضرورة توفير وسائل لتمكين هؤلاء الشباب سياسيا في الفترة المقبلة. أكد الحضور في هذه الدورة أيضا على ضرورة التواصل إلى حلول لحل مشكلات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية. شاهدنا في الحقيقة مع ختام هذه الجلسات من خلال جلسة الشباب العديد من الشباب يعني كانوا متواجدين في هذه الجلسة ودعوا بعدة يعني موضوعات هامة، منها أهمية توفير صندوق للتبرعات داخل الجامعات وأهمية استعادة المسابقات ما بين الجامعات وبين الجامعات وبعضها. وأيضا أكدوا الشباب على ضرورة يعني تفعيل المنافسة بين الجامعات واستعادة دور المسابقات بشكل كبير لما لها من دور فعال بين الشباب وبين الجامعات وبعضها. هذا ما يتعلق يعني كل هذا فيما يتعلق بأهم الملفات التي طرحت على منصة الحوار الوطني اليوم في لجنة الشباب وتحديدا في المحور المجتمعي. بالطبع يأتي أو تأتي هذه الجلسات النقاشية العامة التي من شأنها مناقشة وطرح العديد من الأطروحات للتوصل إلى يعني أهم الأطروحات القابلة للتنفيذ ورفعها من ثم إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكي يتخذ ما يراه مناسبا، إما في صورة إجراءات وقرارات تنفيذية أو يحيل هذه الأمور إلى مجلس النواب لإعدادها يعني في صورة تشريعات. كل هذا يأتي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 من إبريل عام 2022 بالتيارات السياسية المختلفة الحزبية منها والشبابية، أيضا لمناقشة العديد من الملفات الهامة بكافة قواها السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ناقش الحوار الوطني حتى الآن ما يقرب من 113 قضية في المحاور الرئيسية الثلاثة كما ذكرت للحوار الوطني، هو المحور الرئيسي، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. وذلك للوصول إلى مساحات مشتركة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة المصرية في مصر. ويعني من أهم أدوار هذا الحوار الوطني المصري هو التواصل الفعال وجمع كافة وجهات النظر وتبادل الرؤى والمقترحات كما ذكرت دائما للوصول إلى مساحات مشتركة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة في مصر. نعم زينب شبل، شكرا لوجودك معنا، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القاهرة.